كل واحد يلقى اهتمامات في مجال معين يمكن أنه يضم إحدى الورشات. المخرجات والتوصيات بعد انتهاء المؤتمر، كم ممكن لصناع القرار بالفعل تبنيها إن كان في فلسطين أو في الدول المشاركة؟ هو الهدف من كل المؤتمرات وخاصة من سلسلة المؤتمرات اللي تم تنظيمها في إطار هذه الشراكة، أنه ونتمناوه للمؤتمر هذه السنة في دولة فلسطين في مدينة رام الله، أنه يكون في آخر المؤتمر أعماله تكلل بالنجاح طبعا إن شاء الله، وأنه يكون فيه مخرجات هامة وتوصيات هامة يمكن أنه كل واحد من موقعه يبلغها إلى الإدارات اللي ينتمي إليها، يبلغها الرؤساء المباشرين إلى حكوماته، ويسعى أنه يتم تطبيق ولو جزء بسيط منها. هذا الهدف. لربما من المبكر الحديث عن هذا الموضوع بما أنه المؤتمر افتتح أو بدأ بالأمس، ولكن من منطلق موقعك المهني بتدريب وتطوير الكفاءات، كيف تقيمي فلسطين من هاي الناحية، وخاصة أنه هذا موضوع المؤتمر هذا العام، وأيضا كيف بتقيمي فلسطين بالتعامل مع الإدارة العامة تحت الضغط حسب ما رأيتي حتى الآن ومن الخبرات والتجارب اللي سمعتيها؟ هو في الحقيقة مش نربط مع سؤالك، أنه بالنسبة لطبيعة العمل بصفتي أولا مديرة العامة للتدريب أو التكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة بالجمهورية التونسية، وكذلك عضوة في اللجنة العلمية لأفضل الممارسات لهذا المؤتمر. بهذه الصفة الحقيقة عندنا شراكات قديمة مع ديوان الموظفين العام فلسطين بين المدرسة الوطنية للإدارة بتونس والمدرسة الوطنية، ونحن نسعى من خلال هذا المؤتمر لعقد شراكات جديدة ومتواصلة في الزمن، لأنه هناك تجربة وتثمين للتجربة الفلسطينية واستفادة كذلك من التجربة التونسية. نحن حرصنا كوفد تونسي رسمي في هذا المؤتمر أنه نقدم بعض المداخلات اللي تعتنى بالتدريب الموظفين العمومين، تقديم تجربة الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة اللي تم إحداثها مؤخرا في تونس، هي مولود جديد بالمدرسة الوطنية للإدارة، كذلك تقديم مشروع التدريب الإلكتروني، هو مشروع شراكة نتج عن المؤتمر اللي تم تنظيمه في تونس، فيها إمكانية وفرص لخلق شراكات جديدة مع دولة فلسطين والاطلاع على التجارب المختلفة في البلدين. لحد الآن اللي تم تقديمه من دولة فلسطين ومن الإداريين العاملين في دولة فلسطين كان جد متميز، فيه أفكار جديدة، فيه أفكار مبتكرة إن يمكن مزيد تعمق لها خلال لقاءات ثنائية على هامش المؤتمر، بذلك نستطيع أنه نحسن في الشراكة ونمتن في التواصل مع دولة فلسطين إن شاء الله. طيب الإدارة العامة تحت الضغط، وهذا المفهوم هل يختلف في مناطق الصراع عن غيره من الدول المستقرة؟ وهنا يعني أعني بالحديث أكثر عن فلسطين التي بالتأكيد تتأثر بالاحتلال الإسرائيلي حتى في الممارسات اليومية المؤسساتية، فتجدون أنه هناك خصوصية معينة يجب التعامل معها تحت هذا العنوان؟ صحيح، هو الضغط يمكن تفسيره مفهوم واسع، يمكن تفسيره بعديد الجوانب. الضغط في دولة فلسطين هو ضغط خاص بحكم طبيعة المنطقة والظروف اللي تعيشها دولة فلسطين، لكن الضغط في أي دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موجود ضغوطات. في تونس نحن مرينا بمرحلة هامة هو ثورة تونسية، نحن عندنا تحولات وتحديات جديدة، في مناطق أخرى عندها تحولات وتحديات ورهانات لازم ترفعها، فيه ضرورة للتأقلم مع هذه التحولات، ضرورة للتأقلم مع البيئة اللي نعيش فيها. هذا المؤتمر يسمح لنا باش نتقاسمه كل حسب الخصوصيات اللي موجود فيها، لكن إيجاد نقاط مشتركة بيناتنا هو الهدف من تنظيم هذه اللقاءات وهذه الورشات، واستئناس بالتجارب المفيدة لكن مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية كل منطقة وكل بلد. بدي أعود قليلا إلى الوراء بشعار هذا المؤتمر نحو إدارة عامة مرنة متجاوبة تعاونية وتحولية، يعني بما تحمل هذه المصطلحات من معنى وخاصة التحولية لو نتحدث فيها أكثر. الحقيقة هما العبارات، مشكورين الساهرين على تنظيم هذا المؤتمر، عبارات كلمات مفتاح،
وكلمات في صميم الواقع اللي تعيشه الإدارة. إدارة كما تعرفوا اللي دائما هي محل انتقاد من قبل المواطنين. المواطن أصبح نتحدث عن مواطن حريف، عن مواطن له متطلبات كثيرة. الهدف من العمل الإداري ومن المنظومة الإدارية أنه تطوير العمل الإداري اليومي بصفة متسارعة بنسق متواصل، أنه يكون فيه سعي إلى إرضاء المواطن وقيس رضاء المواطن. هذا الكل يتطلب مجهود من الإدارة، من التنظيم الإداري، مجهود كبير على مستوى تحسين الخدمة المسداة للمواطن. أنه المعنى المحور في كل هذا أنه إرضاء المواطن وتقديم خدمة ذات جودة عالية. هذا سبب معناها تكون العبارات، التحولات، التأقلم، الإضفاء، الشفافية، مبادئ الحوكمة، الحوكمة الرشيدة، مبادئ المساءلة، المساواة بين المتعاملين مع الإدارة، هذه كلها مبادئ يتم التحاور والتناقش حولها خلال الجلسات وورشات العمل. نعم، أيضا يعني نتمنى أنه استثمار زيارتكم بزيارة كل المناطق الفلسطينية التي تستطيعون الوصول إليها. ونحن يعني نتحدث ربما أكثر عن مدينة القدس، هل يعني ستتمكنون من زيارة المدينة المقدسة خلال هذه الزيارة؟ ونحن نتحدث عن 50 يعني دولة مشاركة في المؤتمر. الحمد لله تمكنت من زيارة مدينة القدس البارح وصلينا في المسجد الأقصى، والحمد لله كان شعور خاص ومتميز، وهذه أمنية وتحققت والحمد لله، وإن شاء الله في زيارات قادمة لفلسطين. وحبيت نرجع بالوراء شوية لمعناها ذكر شيء مهم ومتجدد ومبتكر في هذا المؤتمر الخاص بدولة فلسطين، هو تم التفكير على مستوى اللجنة العلمية أنه تم تخصيص جلسة خاصة بفكرة جديدة، هو إحداث جائزة الإدارة العامة. سيتم التباحث والتناقش حول أحداث هذه الجائزة، حول معايير ضبط المعايير الخاصة بها، وإن شاء الله سيتم شروع في إسناد واعتماد هذه الجائزة بداية من المؤتمر القادم. دونك مؤتمر في السنة هذه السنة في فلسطين له فضل كبير أنه بيتم التناقش والتباحث حول في خلال هذه الجلسة العامة حول الجائزة الإدارية، بذلك ندفع إلى التنافس بين الإدارات العامة في المنطقة للحصول على هذه الجوائز. نعم حافز. إذن السيدة خولة بن محمد الهادي العبيدي، مديرة العامة لتدريب وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة بجمهورية تونس، شكرا جزيلا على وجودك معنا، وأهلا وسهلا فيك كمان مرة. شكرا لكم مجددا على استضافتي بتلفزيون فلسطين، وأتمنى أنه يكلل النجاح أعمال جميع فعاليات هذا المؤتمر بالنجاح، وأنه يكون فيه مخرجات هامة وتوصيات هامة يمكن اعتمادها، وتطوير علاقات شراكة بين كل المتواجدين في هذا المؤتمر، شراكات تعاون ثنائي متعدد الأطراف وجنوب جنوب. وشكرا ومشكورين أخوة الفلسطينيين طبعا بجهودكم وحضوركم. شكرا لك جزيلا. يسعد صباحك. يعطيكم الصحة ويعيشكم كما قولوا بالتونسي. شكرا لك. وبعد قليل نذهب فرح ونحن في مشوارنا الصباحي متواصلين وإياكم مع فقرة أخرى. بعيد عن كل ذلك سنتحدث عن فصل الصيف وتأثيرات مختلفة، من ضمن ذلك الحشرات التي تنتشر في مناطق مختلفة وقد تؤثر على المواطنين. سنتابع هذا الموضوع من حيث الوقاية بعد فاصل قصير، انتظرونا.
أحلى صباح لكم متابعينا في فلسطين هذا الصباح، مستمرين معكم في جولتنا الصباحية، ونتحدث حاليا عن فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وما ينتشر معها من حشرات بعوض وثعابين. أيضا للحديث عن الوقاية من هاي الحشرات معنا المهندس إبراهيم عطية، مدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة. يسعد صباحك. صباح الخير، الله يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك مهندس إبراهيم. اليوم نتحدث عن أجواء حارة جدا، طبعا انتشار للحشرات بشكل كبير سيكون في خلال فترة الصيف ومع اشتداد درجة الحرارة بأنواع مختلفة في فلسطين. ما أبرز الحشرات المنتشرة حاليا والزواحف أيضا اللي ممكن تكون يعني ضارة للمواطنين؟ نعم، يعني حقيقة زي ما حضرتك تفضلتي، هذا فصل الصيف وبطبيعة الحال هذه الكائنات الحية أيضا تنتشر وتتكاثر في الحرارة. بطبيعة الحال الحشرات، القوارض، الذباب، العقارب، الأفاعي، كل هذه الأمور، الكائنات الحية بطبيعة الحال هي جو مناسب لها تنتشر. بطبيعة الحال يعني في عنا إحنا البعوض، إذا ابتدأنا بالأصغر، البعوض بكافة أنواعه اللي هو يعني الطبيعي المنتشر في فلسطين، ولكن لدينا بعوضة خطيرة جدا وهي بعوضة الليشمانيا أو ذبابة الرمل، وهي غالبا موجودة في الأغوار وفي شمال الضفة الغربية، وهذه بتكون إصابتها خطيرة، وبطبيعة الحال وزارة الصحة تكافحها. خطيرة لأي ناحية؟ من ناحية اللسعة لهذه البعوضة تسبب مرض جلدي خطير صعب مشوه للجلد، علاجه تترك طويل يعني أثار بقع على الجلد. نعم نعم، وهذه بطبيعة الحال إحدى برامج وزارة الصحة الرئيسية لمكافحتها، وتقوم وزارة الصحة بشراء المبيدات وتوزيعها ورشها في مناطق الأغوار ومناطق شمال الضفة الغربية، حيث لدينا إصابات عديدة من هذه الحشرة، ولكن قد تصبح ضارة إذا هذه اللسعة كانت قريبة على العين مثلا، قد تؤدي إلى فقدان العين وبالتالي فقدان البصر. نعم. فهذه يعني لدينا سنويا بعض الحالات، ربما 50 إلى 100 حالة، بطبيعة الحال نكافحها ونكافح العائل أو الحيوان الذي تحمله. هذا جانب. أيضا مكافحة البعوض بشكل عام، مكافحة الذباب، مكافحة الصراصير، مكافحة القوارض والفئران، هذا يعني بطبيعة الحال من برامج وزارة الصحة السنوية وحسب الفصل، سواء نبتدئ من فصل الربيع حتى بداية فصل الخريف. الشيء الثاني القوارض بطبيعة الحال اللي هي الفئران، وأيضا تزداد بشكل كبير جدا، وأيضا نكافحها، وتقوم وزارة الصحة بشراء هذه المبيدات وتوزيعها أينما طب يعني من أجل التفريق، يعني خاصة الذبابة اللي تحدث عنها، ذبابة الليشمانيا عن ذبابة البيت المنزل، هناك فرق باللون، أعتقد أنه لونها بيكون بني، تختلف يعني حتى يأخذ المواطنين حذرهم، يعني إجراءات الوقاية من قبلكم هي تقلل من الإصابات بالفعل؟ نعم، هي الذبابة تسمى ذبابة لكن هي شكل بعوضة، يعني وبعوضة صغيرة، تفريقها عن لمن لا يعرف بيكون صعب قليلا، لكنها يعني دائما ننصح بالمكافحة. هناك يعني عدة أشكال من المكافحة، وخاصة المكافحة الميكانيكية، نعتبر أنه وجود الشبك على الشبابيك والأبواب هو أكبر عامل لهذه المكافحة. ثانيا يعني كافة البعوض هو يتولد عند الماء الراكد سواء العذبة أو العادمة، ويفضل دائما التخلص من هذه المياه في الحدائق، في الأماكن التي قد تكون راكدة فيها، هنا يتوالد وبسرعة كبيرة جدا، خلال ساعات، خلال 20-21 ساعة تبيض وتفقس وتنتج عدد كبير من هذه من هذا البعوض. فالتخلص من المياه الراكدة بيكون كثير مهم. احنا في عنا احيانا ينتشر النمر الآسيوي، بعوضة النمر الآسيوي، وهذه خطيرة جدا.
لحسن الحظ لا يوجد إصابات بشرية حتى تنتقل من بشر لبشر، وهذا جيد. لكن هذه البعوضة عندما تلسع أيضا تسبب طفح وتسبب يعني مضايقة، لكن الحمد لله لا تنقل المرض كونه مش موجود هذا المرض. في حال التعرض للسع، الإجراءات اللي على المواطنين أنه يتخذوها، يعني إذا شك المواطن بأنه هذه لسعة الليشمانيا أو اللي هي ذبابة الرمل، التوجه فورا إلى مديريات الصحة، إنه هذا العلاج يعني موجود في مديريات الصحة، لدينا خبرة كبيرة في هذا المجال. طبعا أي طبيب جلدي قد يتعرف عليها، ولكن يعني موجود وخبرة كبيرة في مديريات وزارة الصحة وأطباء مختصين، وعلاج متوفر ومجاني لدى مديريات الصحة وطبيعة الحال. بالعودة إلى سؤال ضحى بالبداية، لما تحدثنا عن أنواع الحشرات والبعوض والقوارض، هناك أيضا انتشار للأفاعي والثعابين نشهده في هذه الفترات. كيفية التعامل معها من قبل وزارة الصحة؟ للأسف لا يوجد هناك مبيد للعقارب والأفاعي، لا يوجد مبيد قاتل، لكن ليس كما نتحدث عن الذباب والفئران. يعني عند هذه النقطة يعني تحديدا ما يتعلق بالأفاعي، يعني الجمعيات حماية البيئة يعني ترفض أنه يكون أصلا هناك إبادة لمثل هذه الأنواع من الأفاعي، ويعني بتفضل طرق مختلفة للتعامل مع الموضوع يعني نظرا لوجودها في البيئة الطبيعية. يعني هذا موضوع محير قليلا، ولكن المواطن إذا علم أن لديه أفعى في منزله أكيد يعني موضوع شوي محير، لأنه بنعرف أنه الأفعى ربما يكون مرعب لدرجة الرعب لدى الناس، كونه خطير، مع أنه ليس كل أفعى خطير للعلم، يعني إذا القليل منه سام في فلسطين. إيش أشهر الأفاعي الموجودة واللي هي سامة بالفعل؟ يعني أشهر الأفاعي الموجودة في فلسطين اللي أفعى فلسطين، هي اسمها أفعى فلسطين أصلا، وثاني أخطر أفعى في العالم بعد الكوبرا، يعني بالتالي خطيرة جدا. لكن يعني من 28 نوع من الأفاعي 4 أنواع فقط سامة في فلسطين على الأقل، هذه يعني لكن هي مرعبة. على كل حال نطمئن يعني هذه الجمعيات أنه لا يوجد سموم للأفاعي، هناك وصفات شعبية بطبيعة الحال، لكن دائما ننصح بالمكافحة الطاردة للأفاعي والعقارب، وكثير منها شعبي، ولكن يعني كيف يعني مكافحة طاردة؟ يعني معظم المناطق هي يعني قرى، وطبيعتها بتكون طبيعة البيئة الموجودة يعني بقرب الأرض من المنازل بتكون بيئة مساعدة يعني لتكاثر هذه الأفاعي وجودها قرب المنازل. عشان هيك يعني ننصح مثلا باستخدام المبيد، مبيد قد يكون مبيد للقوارض أو مبيد اللي بنرشه للبعوض والذباب. هل هو كافي؟ كافي لطردها، كافي لطردها بعيد عن المنطقة بريحة المبيد. وزارة الصحة كيف تتعامل مع هذا الموضوع؟ يعني في هي ليست منوطة بوزارة الصحة، يعني مكافحة الأفاعي والكلاب وغيرها ليست منوطة بوزارة الصحة، لنا ما يكفينا، لكن نساعد الناس وننصحهم. بطبيعة الحال الدفاع المدني هو يعني متواجد، يقوم بكثير من المساعدة للناس في حالات كثيرة، عنده أسلوبه، عندهم طرقهم بالقبض على هذه الأفاعي والتخلص منها إذا كان داخل المنازل أو السيارات. إنما ننصح إحنا دائما باتخاذ الإجراءات الطاردة، هذا يكفي أن تكون بعيد عن المنزل. بوجود مادة الفينولفنافثالين في بعض الأحيان اللي هي الفونيك نسميها، أو موجود المبيد، رش المبيد حول المنزل وهذا كافي بطبيعة الحال. مادة الشيد قد تطرد، لا يقترب من الأفاعي كونها مادة ناعمة، هي أيضا طاردة للبعوض والحشرات الأخرى. الشيد لا، يعني هو أكثر للأفاعي والعقارب يعني، وقد يطرد لأنه هي مادة متطايرة ناعمة، وبالتالي تقوم بمضايقتها بالجهاز التنفسي، فبالتالي لا تقترب من هذه المادة. إذا وصلت يعني بعض الوصفات اللي بيحطوها في بعض الأمعاء وكذا، وإذا ابتلعتها الحي هنا تموت، يعني هذا سلاح قاتل، لكن يعني يكفي رشه حول المنزل. وبالتالي المهم يعني المواطن أن تكون بعيد عن منزله، وهذا هو المهم في الموضوع. هل سجلت حالات حتى الآن بالتعرض للسع من قبل بعوض، حشرات، قوارض أو غيره، حالات خطرة لربما؟ لسع موجود، الحالات موجودة، إذا تحدثنا عن الليشمانيا
لساعات الأفاعي أيضا موجودة، وبالتالي دائما وزارة الصحة توفر المضاد لهذه اللسعات في بداية الموسم. دائما من شهر 4 أو 5 تبدأ وزارة الصحة بتوفير هذا العلاج المضادات، وتحسبا دائما لمثل هذه الحالات، يعني دائما متوفرة لكل الأنواع هذه المضادات. هناك يعني حالات يتم نقلها إلى المشافي في داخل الخط الأخضر نلاحظ، فهل هذا يعني يدلل على وجود مثلا نقص في هذه المضادات لأنواع معينة من الأفاعي في فلسطين؟ هذا بعض الأحيان يحصل، يعني بتكون أفعى نادرة زي ما كنا، بعض هذه المضادات بتكون غير متوفرة لسبب أنه هناك أفعى نادرة وبالتالي لا يتم التعرف عليها، أو بيكون المواطن ما كانش عارف أو ما شافش الأفعى، وبالتالي إذا أعطي ربما مضاد آخر ممكن يسبب ضرر لصحته. بالتالي هناك بعض الفحوصات السريعة اللي قد لا تكون متوفرة لدينا وتكتشف فيها السموم، وبالتالي يعطى المضاد المناسب في هذا الحال. استكمالا لتساؤل ضحى، هل المضاد يعني ممكن أن يستعمل لجميع الفئات وجميع الأعمار، نتحدث عن الصغار والكبار بالسن، نعم، أم هناك طرق علاجية مختلفة حسب الفئة؟ نعم، الفئة يعني هي تختلف في الدوز في الكمية التي تعطى، وبالتالي يعني ما فيش مشكلة إذا تم التعرف على الأفعى وتحديد نوعها بيكون الموضوع سهل جدا يعني. طيب إذا ما تحدثنا عن أبرز النصائح اللي بنوجهها للمواطنين خلال فترة الصيف بتفادي وجودها بمنازلهم، بتفادي الاقتراب منها، وكيفية التعامل يعني في حال حصول أي إصابات معينة من مختلف الحشرات أو الزواحف؟ يعني الحشرات، إنه سواء الحشرات أو البعوض أو الذباب، زي ما كنا يعني نفضل إنه استخدام الشبك واستخدام يعني أن تكون الشبابيك والأبواب مغلقة تماما، بحيث إنه ما تقدرش تدخل منها سواء القوارض أو الأفاعي أو العقارب، هذا من جهة، بالإضافة طبعا نقول عن البعوض والذباب. هلا يعني كثير من الناس تستعمل المبيدات وخاصة رش المبيدات داخل المنازل، هذا لا نشجعه إلا للضرورة القصوى، لأنه يعني رش مبيدات معناته تنفسنا مبيدات، وهذه المبيدات نتحدث عن أي نوع من المبيدات جداً. تقصد يعني في المبيدات المنزلية المعروفة للحشرات، الذباب والصراصير، أقصد هذه يعني لا تفضل أنه استخدامها، لا نفضل نهائيا. هناك تأثير يعني صحي على المواطنين؟ نعم، بطبيعة الحال، وخاصة عملية الرش، يعني لما بتكون الناس عم تاكل او بتتنفس عايشه استنشاق. في البيت بالضبط، وهو خطر جدا، يصل الى الرئه مباشره وبالتالي يصل الى الدم، وهناك وان كان في بعض الاحيان ممكن ان نحس انه ما صار شيء، لكن هذا موضوع تراكمي ويسبب حساسيه ايضا لبعض الناس، ولكنه يدخل الجسم ويدخل الدم، وهذا لا نحبه، يعني لا نحبذ اصلا حتى معطر الجو انه يرش، فما بالك في مبيد خطير جدا يعني. فبالتالي المكافحة هذه اللي بنفضلها إنه يكون في هناك شبك، اللي لابد أن نرش إذا كان لابد أن نرش، بطبيعة الحال هناك طرق للرش، إنه الناس بتخرج من البيت تستخدم مبيد صحي مكتوب عليه للصحة العامة، بعدها تهوية المناسبة، ومن ثم الدخول للبيت، لكن مش بالطريقة اللي الناس بتستخدمها حاليا، بتكون قاعدة أو ترش. ممكن بتوكل أو غيره وترش، وهذا خطير جدا على الصحة. في العربيد اللي معروف بهذا الاسم، نوع من أنواع الأفاعي، إلى أي مدى يشكل خطورة بالفعل على المواطنين، خاصة أنه بيكون موجود يعني بالقرب من الحدائق المنزلية، وهناك من يقول أنه يعني هو يلتهم الأفاعي ويقتلها، وهناك يقول أنه ممكن يلتف على أي جزء من الجسم ويتم قطعها. يعني الأفاعي بشكل عام هي ليست ضارة إذا تركناها تمشي في سبيل، هي ضارة للمواطنين وليست ضارة للمواطنين، يعني هي سواء العربيد أو الأفعى، إنما ردة فعلها غالبا بتكون حسب الحركة أو على الحركة، لا يعني ولا مرة بتكون على جسم ثابت غير متحرك وممكن انها تيجي وتلسع، انما بتكون ردة فعلها على حركة معينة، ومن هنا يعني، وهذه معروفة يعني وضمن الثقافة العامة وضمن الخبرات. فبالتالي العربيد نفس الشيء، يعني اذا
ما حس بخطر ومضايقة، بيمشي في حاله وما في مشكلة، يعني يلتهم الأفاعي طبعا ويتغذى على الأفاعي ويتغذى على القوارض بطبيعة الحال، وممكن يكون خطر إذا حس بالخطر طبعا. مهندس إبراهيم عطية، مدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة، شكرا جزيلا على وجودك معنا، يسعد صباحك. صباح شكرا، يسعد صباحك، وسلامة طبعا لكل المشاهدين. نتمنى أنها تكون هذه المعلومات مهمة ومفيدة لكم من خلال هذه الفقرة. أيضا سنكون معكم في موضوعات أخرى بعد قليل، سنتوقف عند موضوع يقال أنه المرأة أكثر استجابة للإصابة بالأمراض النفسية من الرجل، هذا وفق دراسة بريطانية، ولكن كم تنطبق هذه الدراسة على واقعنا في فلسطين؟ سنتابع ذلك بعد هذا الفاصل. صباح الخير من جديد لكل اللي انضموا لنا في فلسطين هذا الصباح، مستمرين معكم في جولتنا الصباحية، وفي هذه الفقرة رح نتحدث عن دراسة جاءت ضمن كتاب بعنوان الجنس المتوتر. هاي الدراسة أجريت في جامعة أكسفورد البريطانية، تتحدث عن أنه النساء بيعانوا من مشاكل نفسية أكثر من الرجال بنسبة تتراوح بين 20-40%. خلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا في الاستوديو سيدة عفاف ربيع، أخصائية اجتماعية. يسعد صباحك. يسعد صباحك وصباح السادة المشاهدين. صباح الخير لك، كيف حالك اليوم؟ تمام الحمد لله، كل عام وانتم بخير. وانت بخير، نفسية تمام الحمد لله. إذا بدنا نتحدث عن طبيعة هاي الدراسة، أنه بالفعل بتنطبق على الستات بأنه أكثر عرضة لأمراض نفسية، وماذا نعني يعني بالأمراض النفسية اللي ممكن تتعرض لها الست أكثر من الرجل؟
هي القصة مش مين أكثر من الثاني، الرجل أو المرأة، ولكن يعني أنا ما بعرف شو ظروف الدراسة اللي تمت عليه على السيدات، ظروف النساء لحتى طلعوا بنتيجة من النساء أكثر. هم أخذوا يعني أنه مثال الأعباء المنزلية اللي على عاتق المرأة بتأرقها بشكل أكثر، وطبعا الرجل يعني بتكونش عنده هاي الأعباء المنزلية. هي مؤشر يعني إذا بدنا نيجي على الدراسة مؤشر، بس هل تنطبق على كل النساء بالعالم؟ لأنه المرأة في كل دولة يعني في إلها الخصوصية تبعتها اللي بتختلف، اللي إلها بتكون علاقة يعني بالنظام الاجتماعي، بالقيم، بالعادات، بالتقاليد. إذا جينا على مجتمعاتنا العربية، مجتمعنا العربي، مجتمعنا الفلسطيني، حلاكي المرأة كمان تأثرها بالظروف النفسية أو تعبيرها عن وضعها النفسي يختلف عن المرأة في دول ثانية. يعني المرأة في الخليج غير عن المرأة في كمان في دول الحوض الأبيض المتوسط، غير عن المرأة الأوروبية، غير عن المرأة اللي بالغرب. هلا بالنسبة للمرأة إذا كانت هي أكثر تأثرا ويعني عندها أو إشكاليات نفسية، يعني هو دائما بيتم الحديث في هذا الموضوع، لكن أنا بشوفه كمان من زاوية ثانية، إن ليش بيجي المقياس انه المراه اعلى من الرجل؟ هي مش باعلى بقدر ما انه المراه قادره على تفصح عن الشيء اللي بضايقها، عن تعبها، عن الشيء اللي بوترها، عن الضغوطات، وكمان بيظهر على المراه اكثر من الرجل. هلا وخاصه بمجتمع يعني بمجتمعنا العربي، ليش؟ لان الرجل عندنا هو الشخصيه تبعته اللي هي فيها اكثر كبت، والحفاظ على ذاته بيكون عالي جدا، يعني اللي هي الايجو تبعته بتكون عاليه، فيعني عمليا انه هو اذا بده يبرز حاله او بده يصرح عن الشيء اللي عم بقلقه، عم بزعجه، عم بوتره، يعني عن الاحباط، عن اذا بمر بمرحله اكتئاب، يعني بنلاقي الانكار عنده عالي جدا مقارنه مع النساء. النساء بتطلب مساعدة، نساء بتدردش وبتفرغ وبتحكي مع زميلتها، مع صاحبتها، مع بالعمل، عن كديش هي مثلا محبطة، كديش هي متضايقة، كديش هي بتشعر بفراغ، بملل، بالحالات النفسية اللي بتمر فيها. المرأة بعد الولادة بصير في عندها حالة اللي بتكون ظاهرة للكل انه هي ممكن تكون الاكتئاب ما بعد الولادة. الرجل بكل حالات اللي بمر فيها الإحباط دائما بحاول يظهر انه متماسك، مع انه هو وبيظهر يعني مؤشرات خلينا نحكي الوضع النفسي اللي بمر فيه الرجل. يعني المرأة بيظهر على تصرفها، بيظهر على نفسيتها، بتدخل بحالة إحباط اكتئاب. الرجل بروح باتجاه بصير أكثر عدواني وعنيف، يعني عدوانية الرجل والعنف تبعها هي بتكون إحدى مؤشرات الضغوطات النفسية والاضطرابات النفسية اللي عم بمر فيها. هذا بدي أوضحه. في الدراسة قسموا المشاكل النفسية بين الرجل والمرأة، إنه المرأة مشاكلها النفسية بتتشكل بالاكتئاب، بالتوتر، بالضغط النفسي، أما الرجل بتوجه للتعاطي المخدرات، للضرب، للسلوكيات اكثر عنيفة. يعني سلوكيات حتى بتكون عنيفه اتجاهه، يعني اتجاه الاخر اكثر يعني واضحه. هلا المراه بيكون يعني هي بيكون اتجاه ذاتها، يعني لما هي بتدخل في دائره الاحباط والاكتئاب هي عم تاذي ذاتها، يعني هي عم ذاتها، لكن هو بيكون التوتر او الاضطراب النفسي هو بيأذي الاخر، لانه بروح باتجاه ايذاء للاخر، العنف، يعني تعاطي مخدرات، زي مثلا سياقه بسرعه جنونيه. ولكن يعني بنجد انه الرجل بيحمل هذه المشاكل اللي هو يعني هلا المرأة. توترك وضغطك والاكتئاب اللي انت فيه أثر علي. طبعا نحن لا نعمم، يعني بنحكي البعض. وانت اللي وصلتيني لهذه المرحلة مثلا. هلا هي يعني شخصية والسيكولوجية تبعت الرجل تختلف عن المرأة. الرجل عادة دائما بيحاول يظهر هو البطل يعني في كل الموضوعات، فبالتالي هو دائما ما بيقبل الهزيمة حتى في موضوع أو الاعتراف بأنه عنده ضعف، فدائما هو بده يظهر أنه هو الشخص القوي والمسيطر، وهي تركيبة الرجل وخاصة بمجتمعاتنا. لكن المرأة دائما لأنه المؤشر عليها يعني كل شيء، هي الأم، هي الزوجة، هي ربة البيت، هي اللي كمان بدها تتحمل إشكاليات الأولاد، إشكاليات الآخر. هلا هو بيشوف الدور تبعه كيف، بس يعني زي كيف أنا بسميه زي وزارة اقتصاد، يعني بيفكر حاله أنه هو فقط الممول للبيت، فبالتالي الأمور اللي فيها أكثر الجانب الانفعالي والعاطفي تأخذ الدور فيها المرأة، فكل هاي الشحنات اللي تجيها من أبنائها، من زوجها، هي بتصير عندها، فهي بتكون محتاجة لتفرغ. هلأ عملية الضغوطات المتراكمة هاي بتدخلها بحالة من الاضطرابات. هلأ في اللحظة اللي هي بتبلش تفرغ باللغة، يعني إنه ضغطوني مش عارف شو، الرجل بيكون أصلا هو في عنده إشكاليات نفسية، لما ببلش يعني وتيرة العنف تبعته أصلا هي بتبلش من الصوت،
بعدين ممكن تكون بالإهمال، الإهمال كمان العاطفي لأهل البيت للزوجة بالذات، عدم الاهتمام فيهن. يعني مثلا بصير كمان إنه شخص هالقد ممكن يسلك سلوكيات اللي ما كانش في الأول مقبولة، يعني من إحدى الأشكال اللي زي ما حكينا في البداية إنه بيكون عنيف في اللغة، وكمان ممكن في البعض منهم يكون عنيف يعني عنف جسدي، وفي كمان اللي هي تعاطي الكحوليات والمخدرات، ممكن السهر المتأخر كمان، اللي هي ممكن إنه هنا يعني عندنا المساحة في إنه الرجل يأخذ قرار ويسافر يعني مع مجموعة أصحاب، لكن المرأة لما تدخل بحالة نفسية وبوضع هالكدي بيكون مضايقها، يعني بتلاقي هي أكثر بتتمحور في بيتها كمان، هي ما بتخرج الانطواء على نفسها لأنه هي المساحة اللي عندها، أول شيء مساحة الحرية بتكونش مثل الرجل، اثنين هي من يعني التركيبة تبعتها بتاخذ بتفاصيل الامور اكثر، هناك هو باخذ الشيء العام، الرجل باخذ الشيء العام. ولكن يعني في نفس الوقت نجد انه بعض النساء ضحى ما بيعبروا عن ما بذاتهم، بيكبتوا جواتهم اكثر من غيرهم. قليل من النساء يعني الغالبيه بتعبر، القليل من النساء. ليش؟ هي لها علاقه بالبيئه اللي بتعيشها، يعني اذا كانت هالكد بتكون في عندها خوف، يعني اذا عبرت في لوم كبير عليها، اذا عبرت في خساره معينه حتخسرها، ولكن في بعض النساء بتضطر لتكبت لانها ما بدها تخسر اكثر من هيك. هلا وهي عاده بيستغلوها الرجال، يعني انا بشوف انه المراه اللي ما بتجرؤ تعبر او تفصح عن اللي بضايقها، عشان هيك هي بتصير زي كيف الشخص طنجره الضغط، لانها بضلت كثير كثير، بعدين لما بدها لما بدها تطلع كل شيء، يعني بسميها بتطرطش كل الناس اللي حواليها، بتطرطش حالها وبتطرطش الاخرين، انه ليش؟ لانه ما عندها صار القدره على انه خلص، يعني وصلت لمرحله فقدت القدره على الاحتمال، لانه الاخرين اللي حواليها مش قادرين كمان يحتووها ويساعدوها في انها تتخلص من هاي، يعني بيكون عمليه اللوم عليها اكثر. يعني احنا بنشوف النساء لما يعني ما كل النسوان عندهن اولاد، ما كل الستات بيخلفوا، ما كل الستات بيشتغلوا في البيت وبرا، يعني بصير عمليه التعميم يعني، وبننسى ونتغافل يعني اي ضغط هو عادي يعني، وبننسى ونتغافل انه النساء والبني ادمين بشكل عام في فروقات بيناتهم، يعني من شخص الى شخص بيختلفوا. نفس الشيء الست، يعني كانت لسنين طويله متحمله، بس اليوم يعني طيب ست عفاف، ما يتعلق يعني بالتفريغ، تفريغ الداخلي عن الهموم، عن المشاكل، عن الضغوط اللي بتواجهها المرأة، هو شيء لصالحها لتحسين نفسيتها وصحتها النفسية، وأفضل يعني من عدم إخراجه صحيح وكبته داخليا على المدى الطويل باعتقاده. صحيح، لانه عمليه الكبت لاي اشكاليات نفسيه هو حيخرج عندها، يعني حتطلع بشكل امراض. يعني احنا بنشوف يعني اليوم مشاكل الظهر، مشاكل الركب، يعني حتى المشاكل اللي لها علاقه بالعظم، هنا في بعد نفسي، يعني دائما بنحكي انه نتيجه للستريس، لانه جهاز عصبي بيكون مجدود، فبالتالي بياثر كمان على جهازها اللي هو الهيكل العظمي. كمان المشاكل في المعده، شوفي قديش عندنا النساء بتعاني من مشاكل بالمعده، لانه اصلا هي مصدر اعصاب كمان، لانه فعشان هيك احنا دائما بندعو النساء، يعني يحكوا بتحكي، خلها تحكي تفرغ، تحكي مع صديقة. خلينا نركز على نقاط التفريغ، كيفية التفريغ. يعني بنجد بعض النساء لربما انها تتوجه للفرط في البكاء، فهي ممكن تزيد حالة الاكتئاب اللي عندها، او توجه للإفراط في الاكل مثلا فتضر حالها صحيا. خلينا نتحدث عن طريقة التفريغ الصحيحة. البكاء صحي، الاكل مش صحي، البكاء كمان بيساعد، يعني هو بيخليها تطلع الطاقه اللي مخزونه. طرق التفريغ عند الست ممكن تكون كثير متوفره، وكمان من شخص الى شخص بتختلف. يعني في نساء ممكن يكسروا صحون، كسر يعني تخسر شيء ماديا ولا تخسر شيء على الصحه تبعتها. في نساء بيكون في عندهم التفريغ كمان بطريقه ثانيه، انه ببلشوا يشتغلوا، يعني يعزلوا وباخذوا كل هاي الطاقه السلبيه بيطلعوها بها، اذا هذا بريحها تعملها. في نساء بيعملوا اليوم المشي كثير كويس، تطلع تمشي، هذا منيح كثير. في نساء ممكن تتابع مسلسل معين على القناه معينه، ويصير هذا مصدر تفريغ، يعني بيعطيها وقت، مساحه، انه هذه المساحه لها، هذا الوقت لها، وهي من خلال المسلسل ممكن
يعني تشوف جوانب اللي هي كمان بتلتقي فيها. في بيحبوا يعني فنجان قهوه مع صديقه مع صاحبه اللي حتى لو ما جبت سيره الموضوع اللي ضاغطني، بس مجرد اني انا اقعد مع صديقتي مع صاحبتي مع جارتي جاره مقربه لإلي مع فنجان قهوه بخفف من حده التوتر. في نساء بيحبوا القراءه والمطالعه، في بيحبوا يسمعوا موسيقى واغاني، في بيروحوا على زي الجيم، بيروحوا على التراي فيتنس يعني هاي الرياضه كثير حلوه وكثير في اليوغا اليوم كمان في المسبح، في ناس بتروح يعني في خيارات كثير غنيه. طب ست عفاف كيف نفصل بين يعني امراض نفسيه يعني خفيفه انه ممكن معالجتها بهذه الطرق وبين امراض نفسيه مزمنه يعني قد تحتاج لطبيب المراه وبالفعل تحتاج الى طبيب مختص، كيف نفصل؟ يعني لما بيصفي المرض النفسي او الاضطراب النفسي اعاق الحياه العمليه للشخص، اثر عليه بوظائفه الحياتيه، اصبح الشخص في عنده هالكدي في اعاقه بامور حياته بتواصله مع الاخر، اللي الاشي هو بلش يتلمس او الاخرين عم بيلاحظوا، هنا لازم يراجع مختص، يعني لازم الست او الرجل يراجع مختص. يعني احنا بنحكي لما في بنحكي عن الاشكاليات النفسيه والاضطرابات، هلا احنا بالشكل العام كل البشر بمروا باشكاليات نفسيه وباضطرابات لكن بدرجات مختلفه. هلا لما بيصبح الاضطراب لانه ما تم معالجته وما تم يعني الست اللي بتدخل بمرحله اكتئاب، الاكتئاب درجات، الست اللي بتولد وبتدخل في مرحله اكتئاب اذا ما كانت المسانده واول يعني أول الأشخاص المساندين لها اللي هو زوجها بده يكون والناس القريبين. هلا إذا هي ملكت هاي المساندة هلا ممكن تتطور عندها هاي الإشكالية. هلا إذا يعني من الملاحظات اللي إحنا بنلاحظها كيف تطورت إنه هي تبطل تحب الحياة، يعني تصفي نظرتها سوداوية للحياة، تبطل تحب الطفل تبعها. هلا إذا بتوصل في مرحلة يعني بتوصل لهاي المرحلة هنا لازم يكون في توجيه لإلها لمختص، لأنه عملية إن أنت تتركيها بهذا الوضع وتكوني بتتفقم يعني وبتصير المسألة أكثر عويصة وممكن تأذي حالها. يعني ممكن يصير في يعني إشكالية كبيرة عليها. هلا الناس اللي في عندها بيكون في عندهن الأرق العالي يعني نتيجة لإشكاليات، يعني هذا كمان هو عم بحطهم بدائرة الإجهاد النفسي العالي. الناس اللي بيكون واللي بيؤدي لإجهاد جسدي أيضا. فعشان هيك لازم يعني هلا في ناس اللي بيكونوا بيدخلوا بمرحلة اللي بيصير في عندهن زي مقاطعة على العالم الخارجي، ليش؟ نتيجة مثلا لضغوطات معينة، درجة الكبت عالية جدا عندهن صارت، ما عندهن ما في عندهن استمتاع بالحياة، صاروا كثير منسحبين، صار كثير في عندهن إشكاليات اللي هي يعني الإشكال النفسي كمان ارتبط معها إشكاليات صحية، دائما تعبانين صحية لأنه هنا في ارتباط ما بين الإشكاليات الجسدية والإشكاليات النفسية، فبالتالي هنا لازم يراجع ولازم تراجع طبيب مختص يعني. وهي احنا بنلاحظها يعني كمان، لكن الثقافه يعني الثقافه العامه ترفض في معظم الاحيان انه الذهاب الى طبيب نفسي مختص، ويعني هناك تخوف يعني من المجتمع ونظره المجتمع لهذه الناحيه. كم مهم انه تحرر من هذه الفكره يعني من اجل ايجاد علاج مناسب وعدم الاستمرار في مثل هذه النفسيه اللي بتاثر ايضا على حياتنا وعلى جسمنا وعلى صحتنا. مع العلم عفوا مع العلم ضحى انه بعض الدول في توجه هناك انه من سن الأربعين جميع المواطنين سواء كانوا ذكر او انثى بحاجه انهم ياخذوا دواء مضاد للاكتئاب للتعامل مع الحياه ومشاغل الحياه ومتاعبها اليوميه. هلا هاي كمان يعني قصة الأدوية في لها قصة ثانية، ولكن الكل محتاج يكون في عنده ذان ثانية بتسمع، ذان حيادية يعني لو أنا بسميها قلب منيح وذان مليحة يعني بيساعدوا الأشخاص. بالنسبة لأنه يعني الخوف من الوصمة والناس كيف بتنظر لها، أعتقد الناس اللي بيكون في عندهم إشكال نفسي إذا لاقوا المساندة الاجتماعية والنفسية من الأشخاص اللي حواليهن وخاصة من العيلة القريبة بيكون قرار التوجه لطبيب نفسي كثير أسهل من لما يكون الإشكال من داخل البيت إنه في رفض لأنه يبعثوا مثلا، خاصة الإناث. يعني إحنا بنتكلم عن الإشكاليات النفسية عند النساء وأكثر شخص بتضرر من هذا الموضوع، يعني بيكون كثير أسهل عليه إنه يودوا رجل لطبيب نفسي ويأخذ أدوية من إنه يودوا بنت، لأنه إذا ودوا صبية صغيرة وما كانتش مثلا مرتبطة فهنا حيأثر على فرصها بالارتباط، فرصها بالزواج بشغلات ثانية، فبيحاول الأهل هان يكتموا الموضوع.
كمان انه ارتبط التوجه للطبيب النفسي بانه كانه المشكله عويصه جدا يعني. وهنا اليوم مش بس بنحكي عن طبيب نفسي، اليوم في اخصائيين نفسيين، في مراكز ارشاد، في مؤسسات اللي هي يعني كل واحد فينا محتاج لشخص يكون حيادي. يعني انا ممكن احكي لصاحبتي، بس صاحبتي هي مش هالشخص الحيادي يعني. امي مش شخص حيادي، اختي مش شخص حيادي، انا بدي شخص اللي بيشوفني بعين ثانيه تختلف عن العين اللي بيشوفني فيها الاخرين، من برا الدائره. إذن السيدة عفاف ربيعة الأخصائية الاجتماعية، شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم. هارك شكرا لكم ويسعد صباحكم. يسعد صباحك دائما وفرح حضري حالك لجلسة فضفضة بعد البرنامج. لا أنا بصراحة عجبتني نصيحة كسر الصحون. راح تكسري يعني؟ خايفة تكسري في المكان هون الكاميرات اللي طالعة. طيب احنا مشاهدينا راح نكون متواصلين معكم، بقي لدينا فقرة واحدة في هذا الصباح نتحدث فيها عن علم الأعصاب، أين وصلنا في هذا الموضوع، ومؤتمر أول عقد خصيصا حول هذه الإنجازات، نتحدث حول ذلك بعد هذا الفاصل. صباح الخير من جديد لكل اللي انضموا لنا في فلسطين هذا الصباح، ومحطتنا الأخيرة في مشوارنا الصباحي بتتحدث عن المؤتمر الفلسطيني الأول لعلوم الأعصاب اللي تم عقده في جامعة القدس، تحديدا بتنظيم من المعهد الفلسطيني لعلوم الأعصاب بحضور كوكبة من أطباء الأعصاب حول العالم. للحديث أكثر عن هذا المؤتمر نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد حرز الله، مدير معهد الأعصاب بجامعة القدس. يسعد صباحك. الله يصبحك بخير يا رب. اهلا وسهلا فيك دكتور، وطبعا بهمنا الحديث عن هذا المؤتمر والاهم اين وصلنا في علم الاعصاب في فلسطين والخبرات اللي احنا بحاجه لها لتعزيزها في القطاع الصحي. نتحدث بدايه عن هذا المؤتمر، ما الذي ضمه من خبرات مختلفه، بعدين نحكي عن النواحي الاخرى من ناحيه وصولنا لاي منطقه في علم الاعصاب. نعم، في الحقيقة هذا المؤتمر كان زي احتفال بالنسبة لنا، الاحتفال بثمان سنوات من تأسيس المركز المعهد الفلسطيني لعلوم الأعصاب في جامعة القدس عام 2009. خلال الثمان سنوات الماضية تمكننا من تدريب 100 طالب في جامعة القدس، من تحصيل ما لا يقل عن 1.5 مليون دولار لدعم الأبحاث العلمية في فلسطين، نشر 15 دراسة في مجلات عالمية، دعوة ما لا يقل عن 15 عالم على أعلى مستوى من العالم في مجال الأعصاب ليزوروا جامعة القدس ويزوروا فلسطين. بالإضافة لهذا الكلام بعثنا ما لا يقل عن 25 طالب على جامعات أمريكية وأوروبية للتدريب في مجال علوم الأعصاب، وأيضا أنشأنا بنية تحتية لست مختبرات في جامعة القدس
لدراسة شتى مجالات علوم الأعصاب، من علوم الأعصاب الإدراكية لعلوم الأعصاب الهرمونية للجينات لعلوم الأعصاب المحوسبة. فيما يخص هذا المؤتمر، طبعا البروفيسور إدفارد نوزر هو الحاصل على جائزة نوبل في عام 2014، واحد من المتعاونين معنا في مجال الأبحاث علوم الأعصاب، وزار جامعة القدس سابقا في 2014 قبل ما يحصل على جائزة نوبل. اللي كان فعلا مثير للاهتمام انه هو مهتم جدا في دعم علوم الأعصاب في فلسطين، وشايف انه بامكاننا نعمل الكثير من التقدم هنا في فلسطين. فبالإضافة إلى البروفيسور موزر، كان البروفيسور أليساندرو ترافيس من جامعة سيسا في إيطاليا أيضا هو من الداعمين الأساسيين لمعهد علوم الأعصاب. قبل أن نصل للمشاركة العالمية، هي أهمها أهداف هذا المؤتمر ومحاوره. نعم، المحاور كانت هي زي ما حكيت بداية، هو عبارة عن احتفال بثمان سنوات منذ إنشاء المعهد، أيضا مشاركة نتائج الأبحاث العلمية في المعهد مع زملائنا في الجامعات الفلسطينية. فبالإضافة إلى المتحدثين الأساسيين في المعهد، كان عندنا ما لا يقل عن 22 بحث من المعهد الفلسطيني لعلوم الأعصاب عرضنا نتائجها خلال اليوم العلمي اللي حصل في جامعة القدس، وكلها تركز على الأمراض النفسية والأمراض العصبية في فلسطين، واللي هو موضوع يعني مهم جدا يجب الاهتمام فيه بشكل أكبر. طيب، عند هاي النقطة، نعم، ويعني احنا بهمنا طبعا نتحدث عن هذه النواحي، ما الأبرز من أمراض عصبية ونفسية نتحدث عنها اليوم وتنتشر في فلسطين والأسباب وراء ذلك؟ نعم، المرض الأبرز، خليني أحكي عنه فيما يخص ما ندرسه نحن في معهد علوم الأعصاب، هو مرض الاكتئاب السريري. الاكتئاب السريري اللي قلائل جدا بيعرفوا أنه بيأثر على ما لا يقل عن 30% من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بحكي عن الضفة الغربية فقط هنا. طبعا هذه أرقام مش فقط من دراساتنا، أيضا من عدة دراسات، من عدة محاور، من عدة باحثين طلعوا في هذه النتائج نفسها، وللأسف الشديد الأرقام عم تتكرر بنفس المجال. فهي عبارة عن مشكلة وطنية على المستوى الوطني، ويجب التعامل معها، ويجب أن إحنا كمجتمع فلسطيني نتعاون مع بعض، ونتعاون مع الباحثين، ونتعاون مع الأطباء والمستشفيات وحتى صناع القرار من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لعلاج هذه المشكلة. هو تفسير أكثر، يعني الاكتئاب السريري إيش بنعني فيه؟ نعم، الاكتئاب السريري هو عبارة عن حالة من فقدان الفرح أو فقدان لذة الحياة بشكل عام. ممكن يتبعه عدة أعراض أخرى، مثل اضطرابات في النوم، مثل زيادة أو نقصان وزن، مثل انعزال. فكل هذه الأمور نقدر نوصفها إحنا بالاكتئاب بشكل عام، ولكن إذا أثرت على حياة الشخص اليومية يصبح اسمها اكتئاب سريري ويلزمها علاج. اللي بتحدث عنه 30% من الشعب الفلسطيني هو اكتئاب سريري للأسف الشديد. هل ناقش المؤتمر وجود حل مثل هاي المشكلة أو كيفية التعاطي والتعامل معها؟ في الحقيقة المؤتمر ركز أكثر على وصف هاي الحالات في فلسطين ووصف كيف ممكن نشخصها في فلسطين، الإضاءة عليها بالضبط. كخطوة أولى احنا بنطور أدوات حاليا انه نقدر نشخص هذه الحالات من دون حاجه لبنيه تحتيه طبيه عظيمه. بالاضافه لهذا الكلام، الشيء الجديد في فلسطين واللي احنا قاعدين بنساعد فيه في على مجال عالمي، واحنا بنتوقع لو انا شخصت مريض من المرضى هذول هل ممكن يستجيب للادويه مضاده الاكتئاب او لا قبل ما ياخذ الدواء. هذا عباره اكتشاف جديد حاليا سجلنا فيه براءه اختراع في الولايات المتحده من خلال ابحاثنا في فلسطين. السبب هو انه عندنا في فلسطين حاله خاصه جدا مش موجودة في أي مكان تاني في العالم، اللي هو العدد الكبير جدا من المرضى ومعظمهم ما بياخذوا أدوية. لذلك هذا الكلام بيعطينا فرصة إحنا كباحثين إنه ندرس المرض وندرس تأثير الأدوية على الشخص. فبالتالي هيك بنقدر نفرق بين الحالتين، اللي هو تأثير المرض على الجهاز العصبي وتأثير أدوية المرض على الجهاز العصبي. والنتائج اللي عم تطلع معنا مثيرة جدا للاهتمام، إنه مش بس التأثير المرض هو فعلا التأثير السلبي فقط، ولكن تأثير أيضا أدوية المرض مضاد للاكتئاب. يعني إنه إذا حكينا عن الانتشار، هذا بسبب يعني الوضع السياسي اللي بيعيشه الفلسطينيين في الحقيقة هو عام، في الحقيقة يعني عدة دراسة حول الموضوع. نعم، هو عدة جوانب، مش فقط ليس فقط الوضع السياسي، الوضع السياسي والوضع الاقتصادي والوضع العائلي، يعني هو كله مكمل، كله للأسف مكمل بعضه، يعني ما بنقدر نلوم عامل واحد فقط، هي عدة عوامل تتكاتف مع بعض تسبب المشكلة. ولكن في معظم الحالات اللي بنشوفها احنا في معهد علوم الأعصاب ما بيكون في سبب اصلا للاكتئاب، هو في المصطلح الطبي بسموه ايديوباثيك، يعني من غير سبب معروف. وهذا هذه يعني جل الحالات اللي بنشوفها هون في فلسطين.
وحتى يعني فيما ما يخص تأثر النساء مقابل الرجال. كانت في الوضع العادي هو 2-1، 2 نساء 1 رجال، بس عندنا احنا 50% لسبب ما لا نعرفه لحتى الان. فاحنا يعني بنعمل ابحاث على هذا الموضوع. طب خطير، يعني خطير هذا النساء، هذه النسب، هذه الارقام، يعني بالنسبه لكم كاطباء تجدونها خطيره بهذا الانتشار؟ خطيره جدا، لانه لو بدك تقارني هذا الكلام في الولايات المتحده الامريكيه على سبيل المثال، انتشار الاكتئاب السريري هو 12%، في انجلترا 5%، في الصين 4%، في استراليا 7%. عذرا لضيق الوقت بدي اسال سؤال اخير في علم الاعصاب، بما انه هذا المؤتمر التمحور حول علم الاعصاب، اين وصلنا من علم الاعصاب احنا؟ الطريق امامنا طويل جدا. يعني لازم من الحق انه نعترف انه اين نحن. فبالتالي احنا يعني لنا 8 سنوات مبلشين في البنية التحتية لعلم الأعصاب، ولكن أمامنا طريق طويل جدا. سجلنا أول براءة اختراع في الولايات المتحدة، وهذا إنجاز جميل في 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 المعهد الفلسطيني لعلوم الأعصاب، ونتمنى إنه إن شاء الله يعني نتقدم من هنا للأمام. أتمنى لكم كل التوفيق دائما في هذا المشوار. دكتور محمد حرز الله، مدير معهد الأعصاب بجامعة القدس، يسعد صباحك دائما. شكرا جزيلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا. يعطيكم العافية. لهون دوحة بنكون وصلنا لختام جولتنا الصباحية، انتظرونا غدا بنفس الموعد ومشوار صباحي جديد. نهاركم سعيد. إلى اللقاء.